بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الأيام تغلي النفوس وتتجدد الذكرى وتفيض المشاعر، يوم خرج فيه الشعب يرفع عقيرته ضد الظلم والاستبداد، يوم قال فيه الشعب للدكتاتور حمد كلا وكفى، يوم دفع الشعب فيه دماء أبنائه من أجل حريته وكرامته، يوم خرج فيه الشعب منتفضا ثائرا غاضبا، ولم يخرج معارضا أو محتجا، يوم أسس للطلاق والمفاصلة مع النظام الخليفي، يوم كتب بالدم فيه أن الخليفيين أن البحرانيين لن يتصالحوا مع الخليفيين حتى يلج الجمل في سم الخياط، يوم أسس إلى انتصارنا حتى ولو كانت نتائجه الأولية هو قمع وقتل وتعذيب وسجن واحتلال سعودي غاشم جثم على وطننا، لكن يوم تكشفت فيه الوجوه وبانت فيه الحقيقة ووضعت النقاط على الحروف، أن البحرانيين انطلقوا في ثورة لن تتوقف إلا بإسقاط الزمرة الخليفية وبتحرير الأرض من براثن الاحتلال السعودي. وفي هذه الذكرى وفي هذا اليوم وفي هذه الأيام نقول للخليفيين أن مكائدكم لن تنطلي علينا، ونقول للإنجليز الذين يدعمون الخليفيين أن شعب البحرين لن يستجيب إلى كل مبادراتكم التي تريدون فيها أن تمنحوا الشعب فتات حقوقه. شعب البحرين لن يرجع إلى الوراء، لقد دفع دماء أبنائه وقد هدمت مساجده وانتهكت أعراضه، وكل هذا لا يساوي العصابة الخليفية، وإنما ثمن هذه التضحيات هو أن يتحرر كل الوطن، وأن تستعاد كل الكرامة، وأن يخرج الاحتلال، وأن يعيش البحرانيون بدون الخليفيين، وأن يسقط النظام الخليفي. بدماء شهدائنا الذين سقطوا سننتصر، بجرحانا، بآهاتنا، بآلامنا، في يوم 14 من فبراير تتجدد وتتجذر هذه المطالب وهذه الشعارات، أن آل خليفة ليس لكم مكان في الحكم، كل العالم خلي يسمعنا، آل خليفة ما تحكم.